بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقع البحث في مدلول هذه الآيات المباركات، وهي قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والحديث حول الآيات المباركات في عدة أمورين: الأمر الأول، ما هو وجه سؤال الملائكة لله تبارك وتعالى بقولهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ذكر في الروايات الشريفة أن منشأ اعتراض أو منشأ سؤال الملائكة أن البشر النسناس الذي كان يعيش على الأرض قبل خلق آدم عليه السلام كان بشراً يسفك الدماء ويفسد، وهذا ما تؤيده البحوث الجيولوجية الحديثة من وجود أقوام قبل وجود آدم الإنساني على الأرض، وعبر عنهم بإنسان نياندرتالي باعتبار أن هذا الإنسان كان شبيهاً بآدم أو بالإنسان الفعلي في شكله الظاهري، لكنه لم يكن يمتلك اللغة ولم يكن يمتلك سعة التفكير التي يمتلكها الإنسان الفعلي. ولكن السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الأول في صفحة 116 قال إن منشأ سؤال الملائكة هو أن الملائكة اطلعوا على حقيقة الأرض، وحقيقة الحياة على الأرض هي حياة محدودة، وفي نفس الوقت هي مجمع للقوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية، فمقتضى كون الحياة على الأرض حياة مادية وكون الحياة المادية مجمعاً للقوى المتصارعة كالقوة الشهوية والغضبية والعقلية أن تكون النتيجة طبيعية هي فساد في الأرض وسفك الدماء، نتيجة للصراع بين القوى ونتيجة لكون الحياة المادية محدودة. فبما أن الحياة المادية بطبعها مورد لفساد للفساد وسفك الدماء، فهذا لا ينسجم مع خليفة يكون معبرا عن الله تعالى في جلاله وجماله،
يكون معبرا عن الله تعالى في صفاته، فإن من يسفك الدماء ويفسد لا يكون حاكيا عن صفات الله جمالا وجلالا كي يكون مستحقا للخلافة. هذا هو منشأ سؤال الملائكة، هذا الأمر الأول، انتهينا. الأمر الثاني هو ما هو المقصود بقوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا آراء ثلاثة. الرأي الأول أن المراد بالأسماء اللغة، بمعنى أن الملائكة لم تكن قادرة على اللغة، اللغة التبادلية، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخبرهم أن هذا الخليفة يمتلك القدرة على اللغة والإفصاح عما في خاطره ونقل ما عنده لغيره، وأن يؤسس على طبق اللغة علوماً وحضارةً ومجتمعاً، لأن أساس قوام المجتمع والحضارة والنظام هو اللغة. فأراد أن يخبرهم بأن الفارق بينهم وبين الإنسان أن الإنسان يمتلك اللغة التي على ضوئها يستطيع إقامة مجتمع وحضارة ونظام ودستور إلى غير ذلك. هذا معنى وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أعطاه القدرة اللغوية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المقصود بالأسماء حقائق الأشياء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حينما جعل الإنسان خليفة له على الأرض فلا يمكن للإنسان أن يتعامل مع الأرض إلا إذا اطلع على أسرار الكون وأسرار الوجود، فالله تبارك وتعالى أطلعه على أسرار الكون، وأن هناك طاقات وأن هناك قدرات وأنه يستطيع بمقتضى ما أعطاه الله من وعي وفهم أن يتعامل مع طاقات الكون وقدراته بحيث يبني له حياة ومعيشة على الأرض. فالمقصود بالأسماء أسرار الكون التي يمكن أن يتعامل بها الإنسان، وهذا هو المستفاد من قوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني الطاقات مختزنة عندنا ثم نزلناها على الأرض وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرأي الثالث أن المراد بالأسماء المسميات، والمراد بالمسميات وجودات عاقلة، وجودات عاقلة محجوبة بنور الغيب. هكذا عبر سيد الميزان في صفحة 118، قال وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها موجودات أحياء عقلاء محجوبين بحجاب الغيب، وأن العلم بأسمائهم غير العلم الموجود عندنا. العلم الموجود عندنا علم حصولي نتيجة الصور، بينما العلم الذي أعطاه الله آدم عليه السلام بهذه الأسماء، يعني بهذه المسميات، يعني بهذه الموجودات الأحياء العاقلة، علم شهودي، بمعنى أنه يشهدهم ويعرفهم وهم أنوار محاطة بعالم الغيب. وهذا هو العلم المستفاد من قوله تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم،
العلم الذي يجعل الإنسان يرى الجحيم هو العلم الشهودي لا العلم الحصولي. فما حصل عليه آدم عليه السلام من العلم بالأسماء كان من هذا النحو من العلم الشهودي بهذه الموجودات العاقلة. زين، وهذا مما لم يمكن للملائكة الوصول إليه، أي أن الملائكة حتى لو علمت بهذه المسميات فإنها تعلم بها علما إجماليا، أما العلم التفصيلي الشهودي فلا قدرة لأحد عليه إلا من أعطاه الله إياه وهو آدم عليه السلام. زين، هذا الأمر الثاني، بعدنا ما وصلنا إلى لب المطلب. الأمر الثالث، من هو الخليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، من هو الخليفة؟ هنا ثلاثة آراء، شخص آدم هو الخليفة، نوع آدم يعني الإنسان هو الخليفة، صنف خاص من آدم ونسله، لا كل إنسان ولا خصوص شخص آدم. أما أن الخليفة ليس شخص آدم بما هو شخص بحيث تنتهي الخلافة بموته أو بزواله، فلأجل وجود آيات واضحة تدل على استمرار الخلافة في غير آدم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن الخلافة استمرت، فلو كانت لخصوص شخص آدم لم تكن قابلة للاستمرار لما بعد آدم كما يظهر من هذه الآيات المباركات. الرأي الثاني وهو الذي اختاره سيد الميزان أن الخلافة للنوع، نوع الإنسان على الأرض هو الخليفة. قال في صفحة 117 من الجزء الأول من الميزان، قال وهذا السياق يشعر أولا بأن الخلافة المذكورة إنما كانت خلافة الله، يعني هذا الخليفة خليفة عن الله، لا خلافة نوع من الموجود الأرضي لنوع آخر، مو خلافة قوم لقوم، خلافة لله تبارك وتعالى. وذلك لأن الجواب الذي أجاب سبحانه به عنهم، يعني عن كلام الملائكة، وهو تعليم آدم الأسماء لا يناسب ذلك. الخليفة من علم بالأسماء، فكيف يكون الخليفة هو خليفة قوم لقوم، والحال بأنه يريد أن يقول إن الخليفة متميز عليكم أيها الملائكة بأنه يعلم بالأسماء، فهذا شاهد على أن الخلافة لله وليست لقوم. وعلى هذا، هذا تعبير السيد صاحب الميزان، وعلى هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم، بل بنوه يشاركونه من غير اختصاص. ويكون معنى تعليم الأسماء، شنو معنى تعليم الأسماء؟ إيداع هذا العلم في الإنسان بحيث يظهر منه آثاره تدريجا دائما. هو أودع العلم في كل إنسان، ولكن هذا العلم لا يظهر إلا بشكل تدريجي، ولو اهتدى الإنسان إلى السبيل أمكنه أن يخرج هذا العلم من القوة إلى الفعل. ويؤيد عموم الخلافة أن الخلافة للإنسان مو لشخص آدم قوله تعالى إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض، وهذا مو خطاب للمؤمنين أو خطاب، قد يكون خطابا للكافرين أصلا، خطاب عام.
وقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن هذه الآيات تدل بشكل واضح على أن الخلافة لا تختص بآدم ولا بصفوة من نسل آدم، وإنما للإنسان. وقد أودع هذا العلم، يعني العلم بالأسماء، أودع عند الإنسان ويظهر منه بشكل تدريجي. ولكن الصحيح أن الخليفة المنظور إليه في الآية المباركة إني جاعل في الأرض خليفة صفوة من آدم وبنيه، لا خصوص شخص آدم ولا نوع الإنسان، صفوة عبر عنها الله تبارك وتعالى بقوله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هؤلاء الصفوة هم الممثلون للخلافة، هم المقصودون بالخلافة، لا خلافة الإنسان عموم الإنسان. لماذا نقول بهذا الرأي؟ أولا بأن ظاهر الآية إطلاق الخلافة إني جاعل في الأرض خليفة، وظاهر إطلاق الخلافة أنه خليفة عن الله في التشريع والتكوين، هذا مقتضى الإطلاق. وهذا لا ينسجم مع كون المستخلف هو الإنسان ولو كان بأي صورة، فإنه لا يصدق على الإنسان أنه خليفة الله بقول مطلق الشامل لعالم التشريع ولعالم التكوين. كيف وقد وصف الله الإنسان بأوصاف لا تليق بمقام الخلافة؟ قال تبارك وتعالى أم تحسبهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا وصف الإنسان بهذا النحو لا ينسجم مع كون نوع الإنسان هو خليفة الله في الأرض بقول مطلق. هذا أولا. ثانيا بأنه لو كان المراد خليفة الله هو مطلق الإنسان لما صح جواب الله عن الملائكة، لأن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أجابهم تبارك وتعالى مقتضى السياق أن ما جعله أن من جعله الله خليفة ليس ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وإلا لو كان من جعله الله خليفة مطلق الإنسان الذي يصدر منه الفساد وسفك الدماء لم يكن ما صدر من الله مقابل سؤال الملائكة جوابا عن سؤالهم، لا يصلح أن يكون جوابا عن سؤالهم إلا إذا كان المقصود من الخلافة صفوة خاصة لا ترتكب الفساد ولا سفك الدماء. فكأنه يقول لهم لا انتم مشتبهين، من جعلته خليفة لن يرتكب الفساد وسفك الدماء لأنه صفوة من الله تبارك وتعالى. هذه ثانيا. ثالثا قرن هذا بالتعليم، حيث قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، عرضهم ضمير العقلاء، يعني أن المسميات هي وجودات شنو عاقلة، وإلا لو كانت المسميات حقائق الأشياء وأسرار الكون لما قال تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، بل قال ثم عرضها. ثم قال تبارك وتعالى قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أكو وجودات عاقلة أشارت إليها الآية، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
لو كان المراد بعلم آدم الأسماء يعني علمه اللغة، علمه اللغة لا معنى أن يقول أنبئوني بأسماء هؤلاء، أو علمه أسرار الطبيعة وكيف يتعامل بها، لم يصح التعبير بهذه الضمائر. ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهذه قرائن على أن الذي تعلمه آدم لا ترقى إليه الملائكة، وهو شهود لوجودات عاقلة محاطة بنور الغيب. وهذا النوع من العلم شاهد على أن الخليفة من صفوة من الناس، وإلا فالإنسان بما هو إنسان، نوع الإنسان بما هو نوع، لا يقتدر على هذا النوع من العلم، وهو أن يصل إلى هذه المسميات التي هي وجودات عاقلة. بل إن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة هو بمثابة الدليل والبرهان على أنكم لا تستحقون الخلافة أيها الملائكة، وإنما الذي يستحق الخلافة من يحمل هذا العلم. ولا يمكن أن يكون هذا برهانا إلا إذا كان المراد بالخليفة صفوة من الناس، وإلا لو كان المراد بالخليفة نوع الإنسان فأغلب الناس لا يمتلكون علما بالأوليات، فضلا عن أن يمتلكون العلم بتلك المسميات وشهودها بالنحو المذكور أو المشار إليه في الآية المباركة. فنفس القرن الجعل الخليفة، نفس قرن جعل الخليفة بتعليم الأسماء، مع أن المراد بالأسماء هي هذه الحقائق النورية العاقلة، نفس هذا القرن شاهد وقرينة على أن المراد بالخليفة من يحمل هذا العلم، لا كل إنسان ولا كل شخصين. زين، إذا كان المراد بالخليفة صفوة من الناس، فلماذا قال تبارك وتعالى إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح؟ خاطب نوع من البشر قال أنتم خلفاء، وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض، وقال تبارك وتعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، فإنه وجه الخلافة في هذه الآيات الثلاث لنوع من البشر لا يمتلكون هذا العلم. فلو كان المراد بالخليفة الصفوة الخاصة لما تم مدلول هذه الآيات المباركات؟ الجواب عن ذلك نفس تخصيص الخلافة في هذه الآيات بنوع معين هو بنفسه شاهد على عدم عموم الخلافة للإنسان، ولا لماذا يخصص؟ نفس قوله تعالى مخاطبا لقوم معين من الأقوام بقوله ثم جعلكم خلفاء، وقوله ويجعلكم خلفاء ثم جعلناكم خلائف، تخصيص الخطاب بهؤلاء كاشف عن أن الخلافة لم تثبت لنوع الإنسان، وإلا لم يكن وجه لتخصيص الخطاب بهؤلاء في جعل الخلافة. وهو بنفسه كاشف عن اختلاف الخلافة في تلك الآية عن الخلافة في هذه الآية، فإن الخلافة في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ظاهرها الخلافة المطلقة التي لا تصح إلا للصفوة، وأما قوله ثم جعلناكم خلائف، ثم جعلناكم خلائف ثم، يعني شنو ثم جعلناكم خلائف؟ يعني هذه الخلافة مو من الأول. ثم جعلناكم خلائف في الأرض إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ويجعلكم خلفاء الأرض، كل هذا التعبير ظاهر في أن هذه الخلافة غير تلك الخلافة، فتلك الخلافة مطلقة وهذه الخلافة مختصة بقوم معين، وهذه الخلافة مختصة بقوم معين في زمن معين بنحو معين،
ظاهرة أنها بمعنى استعمار الأرض، كما في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ليس معناها الخلافة المقصودة في تلك الآية المباركة خصوصاً، وأن ظاهر تلك الآية أن الخلافة المنظورة خلافة تسبح الله وتقدسه، لأن هذا هو الذي يكون حاسماً لسؤال الملائكة، حيث قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال: لا، أنا أجعل فيها شيء آخر. لا يكون جواب الله حاسماً عن سؤال الملائكة إلا إذا كان الخليفة ممن يسبح ويحمد ويعلم، وهذا لا يتوفر لكل إنسان. هذا الأمر الثالث في نقاش السيد صاحب الميزان. الأمر الأخير: تعرض السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه إلى الروايات الشريفة في تحديد معنى الأسماء، وقد ذكرها في صفحة 121، وتعرض لها السيد السبزواري قدس سره في مواهب الرحمن الجزء الأول لهذه الروايات الشريفة. تفسير العياشي عن أبي العباس عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا علمه؟ قال: الأراضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته وقال: وهذا البساط مما علمه. هذه رواية. رواية أخرى في نفس التفسير، تفسير العياشي، عن الفضيل بن العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي؟ قال: أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. وفي التفسير أيضا، تفسير العياشي عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالخوان، يعني بالمأدبة، فدعا بالخوان فتغذينا، ثم دعا بالطست والدست، فقلت: جعلت فداك. وعلم آدم الأسماء كلها الطست والدست، منه علمه حتى الطست والدست. فقال: الفجاج والأودية، وأهوى بيده كذا وكذا وكذا. زين، هذه الروايات شاهد على شنو؟ شاهد على أن المراد بالأسماء حقائق الكون، أسرار الوجود، أنواع الموجودات. هذه الروايات شاهد على هذا. لكن إذا جئنا إلى رواية المعاني، ما نقله صدوق في المعاني عن الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني الحجج، إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم. وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالت الله تبارك: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عز ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته، ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم. واستعبدهم بولايتهم، يعني لا تكونوا عبيدا لله إلا إذا أقررتم بولاية هؤلاء ومحبتهم. ثم واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم، وقال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الآن السيد صاحب الميزان صفحة 122 يريد يوفق بين الروايات. شلون هذه الرواية تقول أسماء الحجج، هذه الرواية تقول الأودية والجبال والشعاب، كيف؟ قال: وبالرجوع إلى ما مر تعرف معنى هذه الروايات، وأن لا منافات بين هذه، يعني رواية المعاني، وما تقدمها من الروايات التي قالت الفجاج والأدوية والأودية والجبال، إذ تقدم أن قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
تعطي أنه ما من شيء إلا وهو في خزائن الغيب موجود، وأن هذه الأشياء التي قبلنا وجدت بالنزول من هناك يعني من عالم الغيب، وكل اسم وضع بحيال مسمى من هذه المسميات فهي اسم لما في خزائن الغيب. فسواء قيل إن الله علم آدم ما في خزائن غيبه من الأشياء وهي غيب السماوات والأرض، أو قيل إنه علم آدم أسماء كل شيء وهي غيب السماوات والأرض، كان المؤدى والنتيجة واحد وهو ظاهر. فكأنه يقول بأن الرواية التي دلت على أن الأسماء أسماء الحجاج فقط تخصيص، يعني أن آدم علم سائر الأسماء وما في غيب السماوات والأرض، ومن بعض ما علم هو أسماء الحجاج، فلا تنافي بين هذه الرواية والروايات السابقة التي قبلها، ولكن من الواضح هو التنافي بين الروايات، لأنه من الواضح أن هذه الرواية الشريفة ظاهرة في الحصر، إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه ثم عرضهم وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك، إلى نهاية ما ذكر. ظاهر الرواية أن المراد بالأسماء هي هذه، وتلك الروايات أيضا ظاهرها أن المراد بالأسماء أسماء الموجودات من جبال ومن كذا، فالتنافي بين الطرفين فالتنافي بين الطرفين واضح، وبالتالي فنحن نرجح رواية المعاني على الروايات السابقة، أولا لاعتبارها من قبل الشيخ الصدوق عليه الرحمة، وثانيا لموافقتها للكتاب، فإن ظاهر الكتاب حيث عبر بضمير العقلاء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فعبر بضمير العقلاء وأشار باسم الإشارة للوجودات العقلائية، ظاهره ما ورد في رواية المعاني دون الروايات المذكورة في تفسير العياشي، والحمد لله رب العالمين.